هاي يا جماعه عاملين ايه؟ احنا هنغطي تاني يوم من مؤتمر اي 3. هنتكلم عن مايكروسوفت فيرسس سوني. هنبدا بمايكروسوفت الاول صح؟ عشان نخلي الحلو في الاخر. معترف من اولها. هي مايكروسوفت عملت كميه حاجات كتيره جدا. سوني عملت سوني يعني هي اقل بس خلينا بس بعدين بس نخلص ده الاول عشان لا هي ما عملتش اقل هي عملت بنفس ال بس يعني لا كعدد كانت سوني اقل بس كواليتي احسن حقيقه قال يعني. مهم مايكروسوفت حاجاتها كانت كتيره جدا كميه حصريات كتيره وحاجات كتيره برضو والعاب مستقله وبرضو حاجات كده من مهم يعني فحصرياتهم هي كل حاجه او مش معظم يعني حوالي 10 لعب او حاجه زي كده كانوا حصريه من الاكس بوكس ويندوز 10 زي مثلا جيرز 4 الجزء الرابع بتاعها وكمان هيبقى فيها كروس بلاي ممكن تلعب كوب يعني انت عندك اكس بوكس تلعب مع اللي بلعبها على ويندوز 10 وعرضه برضو كان عاملين عرض لل ما هو الكوبية. هو اصلا موضوع الكروس بلاي اللي هم يعني اتكلموا عنه كتير قوي في المعرض ده تقريبا الهاي بارت بتاعه المعرض يعني هي احلى حاجه موضوع الكروس بلاي ده حاجه جديده تماما في يعني اتس ا نيو جينيريشن اصلا ان احنا كونسول يلعب مع بي سي كونسول يلعب هي مع يعني بي سي هي مش اه لان اصلا تقريبا لو الموضوع كان فيرسز لو كنت مثلا بتلعب مثلا باتل فيلد 1 تخيل لو بتلعب اظن جدا ان هو بي سي ضد كنترولر الحاجات اللي اتعرضت عنها كان كلها حاجات كوب بالظبط ففي لعب كتير عايزين نلحق فدي احلى حاجه اتفضل المهم كمان فورس هورايزن 3 كانت في استراليا هتنزل في 2017 شهر سبتمبر هي لعبه عربيات وكان باين قوي ان الجرافيك والعالم تصميمه حلو جدا نتنقل بسرعه اللي بعدها كيلر انستينج كانت لعبه مصارعه ما كانش فيها حاجه مميزه قوي هتنزل في نوفمبر بعدين لعبه ريكور انا كان عاجبني فيها انها بنت معاها روبوتات وتقريبا هي بتحل الغاز بالروبوتات دي اللعبه كان شكلها حلو يعني انا متشوق ان انا اشوف لعبه زي دي هتنزل برده في سبتمبر بعد كده لعبه ديد رايزنج 4 ديد رايزنج معروف انها بقى زومبي كتير وبيقتل وخلاص لعبه مزاج قوي عامه دايما التريلر بتاعتهم او الدمز بتاعتهم بتشغل مزيكا هاديه كده ومش متناسقه مع الموضوع حاجه غريبه موسيقى هاديه ودم الناس تقطع في حاجه دايما كل سنه كل مره المهم اعلنوا برضو عن لعبه سكيل باوند بيقولوا انها لعبه كبيره جدا هتنزل في 2017 الباسز فيها ضخمه جدا ايه ده يعني العرض كله عباره عن الباس كده اللي هي البوس فايت عملاق بطريقه غريبه والجرافيك عادي يعني جرافيك قديم شويه او كده ماشي بعدين بقى يعني اللعبه حلوه جدا يعني انا شايفها هي ممكن ما تكونش اكبر عمل لكن هي احسن لعبه بالنسبه لي هي سي اوف ثيفز هتبقى هي كوب وهتنزل في 2016 شفت العرض بتاعها العرض بتاعها لطيف وتحس ان احنا يعني تحس ان احنا هنستمتع بيها جدا ممكن عباره عن مش عارف غالبا سفينه في بحر وتستكشف كنوز وكده وممكن تهاجم بقى ناس ثانيه يعني كل سفينه بيكون فيها فريق اوردر مره بعض هيلو وورز 2 العرض بتاعها ما كانش مفهوم تماما يعني هي استراتيجي عادي ايوه استراتيجي بس يعني انا ما بحبش كده ما بحبش العرض السينماتيك اللي ما بيشرحش اي حاجه عن اللعبه مجرد بس كده الناس ايه بتبص كده مجرد تشويق يعني اقول لك يا جماعه احنا عندنا لعبه استراتيجي جديده اسمها هيلو وورز 2 ايوه بالظبط بس كده الحصريات بتاعت مايكروسوفت اتفضل سيرف دي كي 2 هي لعبه سيرفايفل في زومبي في عالم مفتوح واحلى حاجه فيها هي الثالثه اللي هي الجزء الاول كان تحكم حلو بس كان فيه يعني كان رد فعل سريع كان نتمنى يكون ده في الجزء الجديد برضه ماشي واخر حاجه حصريه لمايكروسوفت حصريه مايكروسوفت اللي هي تبقى اكس بوكس وويندوز 10 هي لعبه انسايد اللي عملها نفس المطورين اللي عملوا لعبه ليمبو وهي كمان حتى شبه لعبه ليمبو قوي يعني ماشي دي كده كانت الحصريات اللي هم قالوها وكانت ايه اللي هي الكارد جيم بتاع ذا ويتشر بس مش حصريه مش حصريه ايه ده بجد لعبه اللي هي جوينت كانت جايبين حاجات من عالم ذا ويتشر عاملين لعبه كارد جيمز اول كارد جيمز انا هلعبها يا جدعان ولعبه ثانيه برضه اسمها وي ار هابي فيو ولعبه تيكن 7 وتيكن 7 قالوا انها هيبقى فيها ستوري احسن من قبل كده هيبقى فيها ستوري مود يعني كبير شويه هي فعلا في العرض كان شكلها مختلف ولطيفه يعني ماشي وبرضو عملوا شفنا عرض تاني لباد فيلد 1 عشان الحوار بتاع اي اكسس ده شركه اي لما بتعمل العاب بتسمح للناس هم اللي عندهم اكس بوكس هم يلعبوا اللعبه بدري كام يوم عن النسخ الثانيه فلكل الناس اللي عندهم اكس بوكس هيلعبوا اللعبه في 13 يوم 13 فبكاء داخلي يا جدعان بحسب كل حد عنده اكس بوكس وهيجيب باتل فيلد 1 يعني ماشي وكانوا فخورين قوي بماينكرافت وانها اكبر كوميونتي واكبر لعبه بتتلعب وكمان هيعملوا اكس بوكس لايف هيبقى في ما بين كل المنصات ممكن تلعب مع بعض حتى السيرفرات اللي هي الناس اللي عاملاها تلعب مع بعض ممكن تلعب مع اصحابك اكبر تجمع في الدنيا كل واحد في الكونسول بتاعه او بالجهاز بتاعه كلنا نلعب مع بعض فعملوا اكبر لعبه فيها عدد ناس بيلعبوها واحدهم كمان المهم يعني اهم حاجه بقى اعلنوا عنها
بغض النظر عن الحصريات والكلام ده، هي الاكس بوكس الجديد اللي هيعمله هو اكس بوكس اس اللي بقى هيشغل العاب 4K 40% اصغر. صغير يعني هو اس يعني سليم، اكس بوكس سليم. وكمان هينزل بعد سنه او سنه ونص يعني حاجه اسمها بروجكت سكوربيو، ده هو اقوى منه. هم انا مش عارفه هم عملوا كده ليه اصلا، يعني ما قدروش ان هم يجمعوا بس واحد بس. ان احنا مش هنسيب حد ورا خالص، اللي عنده اكس بوكس 1 مش هيترمي، حتى تفضل بقى موجوده جنب الاكس بوكس. كل الالعاب يعني بمعنى اصح ان كل الالعاب هتفضل كومباتبل. بس هي الفكره يعني انا برضو انا ما انا عارفه ان هي ميزه مايكروسوفت، بس يعني ليه يعني دلوقتي انا مثلا جبت اللعبه على اكس بوكس سليم، عايز العبها هلعبها تاني على البي سي مثلا. انت تجيبيها مره واحده بس هلعبها على البي سي وعلى اكس بوكس ماشي، بس انا مش هلعب اللعبه مرتين يعني، ما العبها في مكاني مره واحده. انا قصدي مش هلعب ما انا عارفه، بس قصدي ليه العبها في مكانين؟ لا هتفضل يعني اسينك مع بعض. الحاجه الوحيده اللي انا حاسه اللي هي ميزه في موضوع الكروس ان انت تقدر تلعب من بي سي او من اكس بوكس مثلا، اللي هو ايه الكو اوب، وان انت تشترك مع صحابك وان انت تلعب مع صحابك مثلا من البي سي او من الاكس بوكس. لكن غير كده انت كشخص مش شايفه ان هي يعني هم ادونا اختيارات كتير قوي صح. هم مايكروسوفت ادونا اوبشنز كتير. لو انت عايز تجيبها ان بي سي، عايز تجيب اكس بوكس 1، عايز تجيب اكس بوكس اس، عايز تستنى بروجكت سكوربيو، فشوف انت هي مديك اختيارات كتير قوي، شوف انت عايز ايه. وكمان اي اختيار هتجيبه هيكون متوافق مع كل الناس، يعني هتجيب حاجه هتلعب مع كل الناس مش محبوس في منصه واحده بس. حاجه هي كويسه، حاجه حلوه قوي للمستقبل. انت متخيل في المستقبل؟ يعني هما فعلا عاملين ده. الحق يقال ان سوني وينز. يلا بينا يلا بينا يلا بينا نبدا. هنتكلم برضو عن حصريات سوني الاول. مش عارفه ابدا في ايه ولا في ايه، بس يعني جود اوف هو حاجات كتير قوي. هما بالظبط. وبعدين عايزين نتكلم بتفاصيل اكتر عن كل حصريه، بس مشكله انهم مش بيدونا تفاصيل كتير، يعني بالعافيه اصلا بيدونا ريليس ديتس. بس الحلو في مؤتمر سوني ان هم عملوا حاجه مختلفه عن كل المؤتمرات اللي كانت هناك. اول حاجه اتكلموا 4 دقايق بس، يعني 5 دقايق بالكتير. كان الكلام قليل، ما كانش فيه كلام. دامو تريلر ريفيل جيم بلاي، دامو تريلر ريفيل جيم بلاي. كان مؤتمر يجنن، اللي هو احنا مش هنتكلم، احنا هنوريكو والحاجات هي اللي هتتكلم لينا. يعني ورونا عرض الجود اوف وور، حصريه للبي اس 4 وحصريات تانية برضو زي ذا لاست اوف جارديان. كان باين التحكم مختلف شويه، جرافيكس افضل، وكمان كريتوس هيرجع تاني بلاش حاجه بنحلق القصه. بلاش بالظبط. حصريات تانية ذا لاست اوف جارديان بعد انتظار سنوات 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 ليها. انا من زمان خلاص هتنزل، بس هتنزل خلاص في 25 اكتوبر 25 اكتوبر 2016. ونزل عروض كتير لالعاب زي دايز جون وهورايزن زيرو دون، حصريات كتير نزلت. لا وكمان بس في اكس بوكس فورتس هورايزن برضو. يعني مش عارفه الاسامي كتير على فكره، ممكن تسموا اسامي اكتر من كده. بس اكتر حصريه عجبتني بصراحه كانت لعبه ديترويت بيكم هيومن، هي لسه تحت التطوير، وهي من نوع الالعاب الانتراكتيف جيمز اللي ما بتنزلش خالص. كانت بتتكلم عن روبوتات ذكيه قوي، مش روبوتات، هم وصلوا لعلم ان هم خلوا الانسان روبوت. فهي انتراكتيف جيم، ودي العرض كان حلو جدا، دي احلى حاجه فيها. العرض ان انت اختياراتك ومساراتك كان حلو جدا. الناس اللي تعرف هيفي رين وبيوند بيوند تو سولز، الالعاب اللي هي اللي ما حدش يقدر يديها باد فيدباك، دي نفس المطورين صح؟ نفس المطورين. احنا فعلا دي اكتر حصريه بالنسبه لي انا يعني مستنيها بفارغ الصبر. اتكلموا برضو عن ريماستر لالعاب كراش. فاكرين كراش؟ يعني اول 3 اجزاء ليها هيتعمل لهم ريماستر. على انتوا معتبرين دي حصريه؟ هي مش حصريه، بس يعني حاجه حلوه قوي لطفولتنا المتشرده هترجع لنا. دي صعب الواحد يعترف بفوز سوني وهو منحاز لمايكروسوفت. يعني كملي ماشي ما علينا. وظهر لنا كوجيما في المعرض بيتكلم عن لعبته الجديده اللي هي Death Stranding. واللعبه ما بانش اي حاجه عن اللعبه، ما نعرفش اي تفاصيل عنها، بس هو كان نفس الشخص اللي هو كان نورمان ريدس، هو اللي كان مع شغال معاه بتاع عمله مع اللعبه الجديده بتاعته دي. هي هو كان شنوها ايه لسه؟ هو كان ارت سينماتيك. هو كان ارت سينماتيك بس كان حلو جدا. كان تيزر برضو اللعبه، هو لما دخل على الستيج ده يعتبر تيزر برضو. دخل دخل اكل 200 قال كلمتين، الناس
ما بطلش سقيف. ما صحت عايز اقوم اسقف يعني ما بتفرج. وانا انا كنت بسقف فاكر لما كنا بنسقف. هي السنه اللي فاتت سوني قالت ان السنه اللي فاتت في اي 3 كان المؤتمر بتاع سوني كان كويس ما كانش وحش. وهم بعد المؤتمر اعتذروا وقالوا ان وعدكم السنه الجايه بحاجه احسن. فاحنا قلنا احسن من كده ايه؟ هو ما كانش المؤتمر بتاعه ما كانش خارق بس احنا كنا فاكرين اصلا المؤتمر ده هيبقى عباره عن ان هم يعني هيتكلموا عن الحاجات اللي اتكلموا عنها السنه اللي فاتت بس وكوجيما بالذات يعني وكوجيما كمان بالظبط دي كانت حاجه حلوه قوي. واخر حصريه كانت ريزيدنت ايفل 7 طبعا دي مفاجاه محدش كان متوقع اصلا ان احنا نشوف ريزيدنت ايفل تاني ده غير ان هي رجعت لاصلها يعني هم ما كانش تركيزهم ان هي تبقى شوتر بقى وزي يعني زي ريزيدنت ايفل العاديه لا رجعوا للاصل تاني ان هي تبقى لعبه رعب كريبي مخيفه يعني هتنزل في 24/1/2017 قريب قربنا هي بتسبورت الفيرتشوال رياليتي بتاعت البلاي ستيشن اللي هتنزل في اكتوبر اللي جاي. في كمان 50 لعبه للفي ار نازلين في 50 لعبه ومنهم اللي احنا متاكدين منهم كانوا باتمان وكانوا فور بوينت لعبه ساي فاي اكشن شوتر لعبه حلوه. واخر حاجه هنتكلم عنها في المؤتمر بتاع سوني كول اوف ديوتي جيم بلاي طبعا الحمد لله انه احسن بكتير من التريلر يعني التريلر كان حاجه يعني مش هنتكلم عنها بس جزء من الكامبين هو كان جزء من الكامبين وطبعا كول اوف ديوتي ما بتخزلناش في الكامبين فهي هو كان كويس هو كان في الفضاء فمش متاكده لو المالتي بلاير هيبقى في الفضاء برضو زي الكامبين لو عمل كده هتبقى حلوه فهي كانت مفاجاه ان احنا نشوف جيم بلاي حلو لكول اوف ديوتي بعد التريلر السخيف اللي احنا شفناه بالظبط. واحنا نسينا حاجتين صح نسينا حاجه في مايكروسوفت ونسينا حاجه في نسيت تقول على لعبه سبايدر مان نازله في برضو حصريه برضو سبايدر مان وكنترولر لاكس بوكس جديد تقدر تعمل له كاستمايزيشن تكتب اسمك عليه تعمل الوان مختلفه وتغير شكله كده وبس كده احنا اتكلمنا عن سوني فيرسس مايكروسوفت قولوا لنا رايكم في التعليقات عن انتوا شايفين انهي مؤتمر اللي كسب سوني طبعا و... هو ماشي خلاص انا عاجبني ان سوني كسبت بس الحق يتقال يا رب تكونوا استفدتوا من التغطيه دي ونشوف احنا نغطي كل حاجه الموضوع هو على فكره احنا بالظبط يعني في حاجات كتير قوي هنحاول ان احنا نقولها مثلا في ويكلي نيوز فبس نشوفكم في التغطيه اليوم الثالث وباي باي.